الشاب بولاية ينشير يمسي حفلا تأبينيا للمرحوم أحمد والبهدة، آخر مواطن من رجال المقاومة الذين شاركوا في معركة أم التونسية الشهيرة. يأتي تنظيم هذا الحفل من قبل الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة وأسرة الشهيد للإشادة بما عرف عنه من وفاء وصدق في مواقفه المشرفة من تضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن الوطن. هنا حيث عاش آخر أيامه بهذه القرية الواقعة على بعد 20 كيلومترا من مدينة بن الشاب في ولاية نشيري، تلك الأيام التي كانت عامرة بالعزة والإباء والكرامة والشموخ والذود ببسالة عن العرض والعرض بالدماء الطاهرة الزكية. هنا إذن أبنت الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة بمعية أسرة آخر أبطال المقاومة الوطنية الباسلة المجاهد المرحوم أحمد والإبراهيم والبهدة، آخر رجال المقاومة الأشاوس الذين شاركوا في معركة أم التونسي الشهيرة. تعد هذه التظاهرة التأبينية التي تشرفون على تنظيمها بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية مناسبة تاريخية ومؤشر عميق الدلالة على العناية التي توليها القيادة الوطنية للمقاومة الوطنية بجميع أشكالها وأنواعها. وأغتنم هذه المناسبة لأدعو كافة الباحثين والمهتمين بتاريخ بلادنا وبطالة المقاومة إلى العمل على تلبية نداء رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صانع الأمجاد ومفجر الطاقات الرامي إلى مراجعة كتابة تاريخ مقاومة الوطنية على أسس صحيحة ومتينة. الحفل التأبيني يأتي بعد مرور 40 يوما على وفاة المجاهد أحمد البهدة الذي وافاه الأجل المحتوم مساء 3 مارس من العام الجاري. المجاهد أحمد البهدة كان جزءا من كوكبة المجاهدين الذين صنعوا انتصار أم التونسي العظيم، وقدر الله أن يكون آخر من يغادر منهم دنيانا الفانية فرحمة الله عليه. وإذا كان مجاهد أحمد البهدة قد غاب عنا جسديا فسيبقى حاضرا خالدا بشجاعته التي جسدها يوم 18/8/1938، وكذلك بقيم التضحية والدفاع عن الوطن التي آمن بها منذ أن انتمى إلى جبهة المقاومة الوطنية التاريخية. المتحدث باسم أسرة المجاهد سيد أحمد سالم البهدة أكد أن منح رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز لوسام الاستحقاق الوطني في 28 نوفمبر من العام 2008 للمجاهد أحمد البهدة يعد أصدق تعبير عن امتنان الشعب الموريتاني للتضحيات التي قدمها أبطال المقاومة. الحفل التأبيني تميز بعدد من المداخلات التي أشادت بالدور الذي لعبه المجاهد البطل في دحر فلول المستعمر الغاشم خلال مشاركته المشهودة في معركة أم التونسي التي دارت رحاها في 18/8/1932 داعين إلى نفض الغبار عن تاريخ المقاومة الناصع وتقديمه للأجيال القادمة حتى تخلد التضحيات الجسام التي قدمها المقاومون في سبيل عزة وكرامة الوطن. وهنا بالعاصمة اختتمت مساء أمس الورشة الإقليمية المغاربية حول دور